أنا الأمام أمام متحف رونالد لورا سي لورا، وهو متحف مخصص للوحات الألمانية والنمساوية، ويوجد مطعم هنا. أهم ما في هذا المتحف الذي دائما أذهب إليه هو وجود أربع لوحات للفنان النمساوي العظيم جوستاف كليمت، وهي لوحات معبرة مثيرة مشهورة عالميا جدا، وتجسد المرحلة التي عاشها ذلك. وطبعا هذا شوي يحتل